فايش شغل البدع؟ يقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يا رسول الله ألا تستسقي لنا، هلك المال هلك العيال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه واستغيث اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ولما مات بعد وفاته ما نطلب منه أيهما أكمل حياة، حياته في الدنيا ولا حياته بعد الممات؟ الدنيا شقاء صح ولا لا؟ لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم يكرمه الله بعد الموت أكثر من إكرامه له في حياته، شفتوا؟ يعني في الحياة الدنيا معلش يأتي واحد يقول له يا رسول الله استسأل ادعو الله لنا، وإذا مات في حياة أكمل ما يقول له يا رسول الله ادعو لنا، شفتوا؟ إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ ها؟ شبه هذه؟ شبه عليلة هذه؟ أقل شيء يقال لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا إذا مت حياتي أكمل من حياة في الدنيا فاسألوني أشفع لكم وأنا ميت؟ ما قال هذا عليه السلام، هل قال هذا؟ ما قال. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر في تبليغ الدين؟ كان قال لنا خليك أنت تطلع فيها وأنت تفهمها أنه يدعى بعد وفاته، لأن وفاته ها بعد وفاته هو أكمل حياته من حياته قبل موته. يعني أنت تستنبطها الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقولها لنا؟ ما يبخل علينا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما من أمر يقربكم الله إلا دليتكم عليه، وما من أمر يبعدكم الله إلا حذرتكم منه إلا نهيتكم عنه. لو كان مشروع أن يدعى بعد وفاته لأن حياته في البرزخ أكمل من حياته في الدنيا لقال لنا، صح؟ ما قال لنا. طيب الأنبياء حياتهم بعد موتهم أكمل من حياتهم في حياتهم الدنيا، صح؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعاهم؟ صح؟ لماذا الصحابة أحرص منا ومنك؟ لماذا الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذهبون إلى قبره أو يدعونهم من بعيد أو من قريب يقول يا رسول الله اشفع لنا؟ لماذا عمر بن الخطاب يقول يا عباس قم فاستسقي لنا؟ عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ليش ما قال يا رسول الله؟ لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عمر؟ قم قم يا عباس، ليش ما قال يا رسول الله؟ فهم يستدلون بحديث قم يا عباس فاستسقي لنا على مشروعية الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا عليكم ليس لكم. لكن كما قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.